نعم. جزاك الله خير. سؤالي السؤال الأول، آداب الطالب مع الشيخ من كثرة السؤال والحوار والنقاش، وهل يجوز للطالب أن يقلد شيخه ويطرح له رش واستدلال شيخه؟ الأخير سأل سؤالين. السؤال الأول بالنسبة لحوار الطالب مع الشيخ، هل هذا محمود أو غير محمود؟ وهل الطالب يقال للشيخ إذا اتضح له الجواب؟ أما مسألة الأخرى متعلقة بمسألة تقليد التلميذ لشيخه، فمفروض التلميذ ما يقلد شيخه إلا بما دل عليه الدليل، فإذا أورد دليلا فإنه يقلد بناء على أنه قال بالدليل، لا على شخصه بأنه فلان ابن فلان أو بأنه العالم فلان. وإذا لم يقتنع الطالب بدليل شيخه فلا يقلده، ولا غبارة في ذلك، لا على التلميذ ولا على الشيخ، لأن دين الإسلام مبني على أصلين، على كتاب وعلى سنة. والله جل وعلا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ولنرى ربط أحكام الإسلام بالعلماء والمشايخ له أثار سلبية كبيرة، قد يأخذ التهويل من تعظيم الكتاب والسنة. فمن تعظيم الكتاب والسنة أن تتبع الكتاب والسنة، فإذا قال شيخك بالكتاب والسنة اتبعته، وإذا خالف ذلك عن تأويل وعن اجتهاد تركت قولي لقول من اتبع الكتاب والسنة. وكل الطالب يحاور شيخه ويناقشه هذا لا بأس به، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويستفهمون منه، وكان التابعون يستفهمون الصحابة، ولكن بحدود الأداب، ويتحرى الوقت المناسب، لأن أحيانا يأكل الوقت مناسبا ثم لا يستوفي المعلم الأدلة في إزالة الشبهة في الحوار، لأن الوقت لا يكون مناسبا. نعم.